الحمد لله على ما أنعم والشكر له على ما ألهم، وصلى الله على محمد وسلم. ما زال الحديث موصولا عبر عن آيات القرآن الكريم قراءة ورسما. الآن أول آية في سورة آل عمران، يقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أنت تعلم أن ألف لا مد فيها، ألف تقول ألف، لماذا لا مد فيها؟ لأن الوسط ليس حرف مد. ما هو الوسط هنا؟ لام، همزة، لام، ألف، تقول ألف فلا مد فيها. لام هذه بها مد، لماذا؟ لأن في الوسط حرف مد، تقول لام. ميم فيها مد، لماذا؟ لأن في الوسط حرف مد وهو الياء، ميم. فألف لا مد فيها، لام ست حركات، ميم ست حركات. لام هذا يسمى مد، لازم، حرفي، مثقل. لماذا مثقل؟ تقول لامي، خلاص، لأن بقى الميم الأولى أدغمت في الميم الثانية فشددت، فيسمى مد لازم حرفي مثقل. وهنا ميم مد لازم حرفي مخفف، لماذا؟ لأن الميم الأخيرة ليست مدغمة في شيء. فهمت يا شباب؟ طيب الآن عندما أصل هذه بتلك ماذا أفعل؟ لابد أن أفتح الميم، أقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، أمد، أفتح الميم وأمد ست حركات، أو أمد حركتين فقط، أقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ميم الله، ألف لام ميم الله. والوجه الأول مقدم في الأداء وهو ست حركات، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. فهمتوا شباب؟ لماذا المد الأول مقدم؟ لأنه الأصل، ولأن حركة الميم هذه الفتحة عارضة فلا نعتد بالعارض، هذا هو الأصل. عندنا قاعدة، الأصل بالمد فضلة، الأصل بالمد فضلة. إذا كان هناك وجهان فأنت دائما تبدأ بالأصل، المقدم أداء والأصل. فهمتوا شباب؟ طيب لماذا فتحت الميم ولم تكسر؟ هنا بعض علماء التجويد يقولون كلاما مرفوضا، يقولون لم تكسر الميم لنحافظ على تفخيم لفظ الجلالة، لأن الميم لو كسرت كيف ستقرأ لفظ الجلالة؟ ألف لام ميم الله، فسترقق لفظ الجلالة. يقولون من أجل ذلك، لأننا لا نريد، يعني القرآن لا يريد ترقيق لفظ الجلالة ففتح الميم. نقول هذا ليس بصحيح، لأنه لو فعل هذا هنا لتم في كل سورة بها لفظ جلالة وقبلها تخلص من التقاء الساكنين. نقول قل هو الله أحد الله الصمد، فلماذا لم تضم أو تفتح لتحافظ على تفخيم ماذا؟ لفظ الجلالة. إذن هذه ليست قاعدة. يبقى السؤال، لماذا فتحوا الميم ولم يكسروها مع أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر؟ نقول فتحوا الميم لكي يكون هناك خفة، تخفيف في اللفظ، لأن الميم الأولى مكسورة مي، ثم الياء أم الكسرة، ثم الميم الثالثة لو كسرت، يعني ميم ياء ميم، فالحرف الثالث لو الميم كسرت كأن هناك كسرة الميم الأولى ثم أمها وهي الياء ثم كسرة، هذا فيه ثقل، فيقولون لجأنا للفتح لأنه أخف، وهذا هو الصحيح في التوجيه، هذا هو الصحيح في التوجيه عند علماء القراءات. نعم، تقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. خلاص شباب؟
نحن لنا وجهان 2 و6 حركات. الإمام الفاسي في شرحه على الشاطبية ذكر أنه يجوز 4 حركات، لكن هذا ليس بصحيح، فهو قياس في غير محله، فلا يقاس هذا على المد العارض للسكون، لا يقاس هذا على المد العارض للسكون. وقد رد الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر عليه. خلاص يا شباب، وهذه المسألة فصلتها في بحثي مباحث علم التجويد بين القدامى والمحدثين بالمكتبة بالداخل. انظروا هذه المسألة في باب المدود. الآن ننتقل إلى هذه: الله لا إله إلا هو. كلمة لا هذه بعض المقرئين يحبون أن يقرأوا هذه فقط بالمد، مع أنه يقصر المنفصل. أولا، هذا مد ماذا يا شباب؟ منفصل، صحيح؟ هذا المد المنفصل هنا يختلف عن غيره من المدود. لماذا؟ لأنه لا إله إلا الله، جاء مع لا إله إلا الله. وهنا عدة مدود في القرآن الكريم، عدة كلمات بها مدود تسمى مد التعظيم، مد التعظيم أو مد التبرئة. هنا في قراءة حفص يجوز له أن يمد لا هذه فقط في القرآن كله. إذا جاءت لا إله إلا الله يمد لا إله إلا الله تعظيما في هذه الكلمات. واحد واضح يا شباب؟ طيب، لكن ما هي الضوابط؟ يعني إذا أراد أن يقرأ مثلا أي آيات القرآن الكريم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء مثلا، يقصر المفصل. إذا جاء هنا يقول لا إله إلا هو مثلا. ما السبب؟ لماذا يفعل هذا؟ كما قلنا تعظيما. خلاص يا شباب؟ طيب، ما هي الشروط ليفعل هذا؟ أولا، هذا لحفص من كتاب الكامل، من كتاب الكامل، وستجدون هذا في كتاب إثراء الطالبين في صفحة 25. هذا من كتاب الكامل للإمام الهذلي، يسمى مد التعظيم والمبالغة. ما هي الشروط؟ أولا، أن تقصر المنفصل في كل القرآن عدا هذه اللفظة. خلاص، أن تقصر المنفصل في كل القرآن. وما أنزلنا تمد حركتين، بما أنزل حركتين، وهكذا في أنفسكم حركتين. تأتي هنا تمد كم؟ 4 حركات. وماذا تفعل في المد المتصل؟ 6 حركات. فهمتوا يا شباب؟ 6 حركات في المتصل وليس 4. فهمتم؟ هذا يسمى ماذا؟ من كتاب ماذا؟ الكامل للإمام من؟ الهذلي. وهناك طرق كثيرة جدا لقراءة حفص، وكل القراء نحو زهاء 1000 طريق كما يقول الإمام ابن الجزري في الطيبة. زهاء 1000 طريق، نحو 1000 طريق لكل أئمة القراءة يا شباب. قد يكون لكل راوي 50 طريقا. فهمتم؟ الآن نحن رأينا شروط مد التعظيم هذا. إذا أردت أن تمد لا إله إلا الله فقط فلا بد أن تطبق هذا. الشرط الأخير، لا بد أن تأتي بغنة عند إدغامك للنون الساكنة والتنوين في اللام والراء: من لدن، من ربه، من ربه. انظر، تأتي بماذا؟ بغنة في اللام والراء. إذن هذه القواعد من لم يفعلها ثم يقرأ بمد التعظيم يكون مخطئا، لابد من اتباع هذه القواعد. الآن ننتقل إلى أولو في آية رقم 7: وما يذكر إلا أولو الألباب. لماذا جاءت الواو هنا مع أنها ليست منطوقة؟ لا تقول أولو، تقول أولو، فلماذا جاءت؟ قالوا لأنهم أرادوا أن يبينوا أن الهمزة مضمومة، لأن العرب لم يكن عندهم شكل. لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، هي كثيرة كثيرة في القرآن الكريم، مثل أولئك، لكن ليست مضطردة يا شباب. نعم. وقيل هنا الألف هنا لماذا رسمت مع أن هذه الواو ليست واو جماعة؟
هذه الواو لما تطرفت يقولون أشبهت واو الجماعة فألحقت بها الألف، مع أن الألف لا تلحق الألف الزائدة هذه لأنها لا تنطق أيضا، ولذلك وضع عليها الصفر المستدير. الصفر المستدير معناه الإلغاء، إلغي هذا الحرف. طيب طبعا أنتم هنا في إندونيسيا لكم نظام آخر في ضبط المصحف، لأن هناك نظامان في ضبط المصحف، نظام المشارقة ونظام المغاربة، فهذا الضبط يختلف مع الضبط الذي عندكم في بعض الأشياء. عندما نتم هذا بإذن الله تعالى سنعرض لضبط المصحف عند الإندونيسيين لأنهم يتبعون مذهبا آخر غير هذا المذهب. فهمتوا يا شباب؟